أكد وفد الشعب البرلماني لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع 19 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون أن ممثلي البرلمانات الخليجية أبدوا ترحيبا بالمبادرة السامية التي تفضل بها جلالة الملك المعظم خلال القمة العربية التي عقدت في مايو الماضي بمملكة البحرين، دعا من خلالها لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبوظبي سعادة السيدة باسمة عبد الكريم مبارك عضو مجلس النواب، أهلا بك في نشرة الأخبار. ما هي الأولويات التي يبحثها ممثلو البرلمانات الخليجية والخطط المستقبلية في سياق التعاون المشترك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسي عليكم على المشاهدين الكرام في مملكة البحرين وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة. وضعت الشعب البرلمانية برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم تصورات مهمة تمهيدا لبحثها ومناقشتها مع المجالس التشريعية وفي سياق الحرص على وضع عتبة جديدة نصعدها من خلال آفاق أرفع في إطار التعاون والتنسيق البرلماني المشترك بين السلطات التشريعية في دول مجلس التعاون. وبإذن الله سيكون جدول أعمال اجتماع أصحاب المعالي وسعادة رؤساء البرلمانات الخليجية حافلا بموضوعات نوعية ترتبط بمواضيع خليجية مشتركة وبعض التطورات والمستجدات ووضع المبادرات المتقدمة بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية وتعزيز التعاون مع البرلمانات لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي. ويمكن اعتبار التوجيه القائم لعقد اجتماعات تنسيقية بين البرلمانات الخليجية في المحافل الدولية وضمن إطار منظم يمثل أهم الخطوات لتعزيز الرؤية الموحدة والموقف الموحد بين السلطات التشريعية في دول مجلس التعاون، خاصة وأن هذا الموضوع يتصل بمقترح آخر سيتم وضعه على طاولة البحث لزيارة الزخم الاجتماعات البرلمانية الخليجية على عدة مستويات. وبإذن الله ستخطو المساعي البرلمانية الخليجية المشتركة بناء على التوصيات التي ستخرج بها نحو إطار تعاون وتنسيق أوسع يخدم الأهداف والتطلعات لدول الخليج ويحقق المصالح لدولها وشعوبها. من أبوظبي سعادة السيدة باسمة عبد الكريم مبارك عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.